حالك متضررين من قانون الأسرة وقانون الرؤية وقوانين الحضانة الظالمة والمجلس القومي للمرأة. قانون الرؤية ساعتين في الأسبوع وما فيش حتى التزام ان الام تعملهم ولا اي عقوبه عليها ان هي ما تعملهاش. تجيب تروح للدكتور تقول تروح للدكتور تجيب ورقه ان الاطفال عيانين وما تروحش الرؤيه، والاب يروح مكان الرؤيه وما يشوفش الاطفال. وصلنا الحضانه عملوه 15 سنه و17 سنه والبنت لغايه لما تتجوز. طب ليه؟ ما وصلنا الحضانه معروف ان هو 7 سنين ولد وتعمل احد الاباء المتضررين من قوانين الاسره. انا عندي بنت عندها سنتين ونص، يعني شويه اشوفها وشويه ما اشوفهاش، والام بتقعد تقول تعبانه وكلام من ده يعني. المهم احنا عندنا دلوقتي جايين عشان نغيروا قوانين الاسره دي ورجعوا سن الحضانه 7 سنين للولد و9 للبنت زي ما راي الائمه الفقهاء كلهم قالوا. وشيخ الازهر ده على طول معادي الحاجات دي وبيفكر نفسه زيه زي الائمه القدام دول. هو راجل مش عارف هو يعرف في الدين غير الناس الثانيه تعرفه. احنا عاوزين الناس الغير معينين من الازهر وازهريين هم اللي يحطوا رايهم في القوانين دي، عشان شيخ الازهر ده راجل ما عملش حاجه، ملوش في اي حاجه، مدورها سياسه وسايبنا كده ملطوطين. قعدنا نمنا قدام مشايخه الازهر 4 5 ايام، المفتي نزل معانا مره واثنين وكلمنا وقعدنا، وشيخ الازهر ده عامل ودن من تين ودن من عجين. هو مدورها سياسه وعمال يقول لي ليبيا وسوريا وبتاع، وهو ما سايبنا احنا مضللين. وهو قبل كده قاعد يقول ضحكوا علينا في القوانين دي واحنا هنعدله، ولا معدل ولا حاجه ولا بيعمل اي حاجه في اي حاجه. واخد بالك؟ احنا عايزين السن يتعدل وعايزين الرؤيه دي تتحدد كويس بالنسبه لقبل ما يوصل للسن 7 و9، يحددوا لنا الرؤيه دي في مكان محترم ويخلوها استضافه. استضافه هو لسه السن صغير يعملوها اصطحاب. وشكرا. راس الفساد راس الفساد القانون والمجلس القومي للمرأة اللي تم تمرير قوانين عديدة عن طريق المجلس القومي للمرأة. السيدة السفيرة اللي هي مسكت مكان سوزان ثابت دلوقتي ميرفت التلاوي اللي كانت من ضمن اللجنة اللي كانت بتصيغ اتفاقية السيداو كانت من ضمن اللجنة. يعني كنا في أسوأ ورحنا للأسوأ. فالنهاردة احنا عايزين شرع الله يطبق، عايزين المادة التانية من الدستور هي التي تطبق. ما يبقاش نستمد دستورنا وقوانيننا من الشريعة الإسلامية على ورق، احنا عايزين لا يطبق على أرض الواقع. ومفيش حاجة اسمها مجلس قومي للمرأة. مجلس قومي للمرأة ده فيه نوع من التمييز. احنا نقدر ما احنا نعمل بقى مجلس قومي للرجل؟ لا، احنا عايزين المجلس القومي للأسرة مش مجلس قومي للمرأة ومجلس قومي للرجل. وبعدين اللي نسق العلاقة بين الرجل والست هو يعني هو أفضل دين، الدين الإسلامي هو اللي نسق العلاقة بين الرجل والمرأة. ليه التمييز؟ ده فكر غربي متطرف، فكر بيحقق أجندات غربية وأجندات صهيونية، وبياخدوا المرأة ذريعة لتحقيق أجندتهم. ربنا أنزل بس سورة بالكامل اسمها سورة إيه؟ النساء. سورة النساء. احنا ان سورة النساء دي مع لو حضرتك تمعنا فيها هنلاقي ان المرأة بتكرم في سورة النساء احسن تكريم وافضل تكريم. ايه دخل الغرب اصلا في شؤوننا الشخصية؟ قانون الاحوال الشخصية ده شؤون شخصية للأمة الإسلامية. ايه يتدخل الغرب؟ ليه يتدخل الغرب في شؤوننا؟ وشكرا.